احنا اليوم بنتشرف في عقد اجتماع ما بين لجنة المحافظة للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وما بين القوائم الانتخابية اللي عددها 82 قائمة في محافظة طول كرم. طبعا يهدف هذا اللقاء لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون علم عند المرشحين قبل النزول للانتخابات بالواجب أو بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقهم تجاه هذه الشريحة، وسيكون هناك توقيع من قبل كافة القوائم على ميثاق شرف يبين مدى التزام هذه القوائم بتطبيق القانون رقم 4 لعام 99 والمسؤولين المجتمعيين الملقاة على البلدية. توقيع ميثاق شرف بتأمين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صناديق الاقتراع. احنا عندنا اصلا اكثر من فكره اخرى، حتى انه القائمين على لجنه الانتخابات يكون هناك صندوق متحرك اللي يوصلوا هم لذوي الاحتياجات الخاصه في الاماكن التي لا يوجد فيها مكان للعربات، وعشان ما يتغلبوش احنا حابين يوصلوا للاقتراع لانهم هم كاملين متكاملين، احنا هم جزء ومن النسيج الاجتماعي الفلسطيني ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم المبدعين، منهم المفكرين، منهم الفنانين، احنا نجلهم ونحترمهم واحنا ندعوهم الى التصويت حتى يكونوا رمز من رموز النضال الفلسطيني، رمز من رموز الصمود، الكبرياء، العزيمة وتحقيق الهدف ان شاء الله. اليوم وجهنا دعوة اخواننا في مؤسسة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي أنا شخصيا بكن لهم كل احترام، وأيضا كنت في وزارة الصحة بالإضافة للوظيفة الأساسية كنت أمثل وزارة الصحة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص المجلس الأعلى الذي أقره سيادة الرئيس، وأنا كنت أحد أعضاء هذا المجلس وبحترم جميع أعضاء هذه المؤسسة العملاقة، وبدعو كل إنسان شريف ونزيه ومد يد العون لهم ليس فقط مد وإنما بشتى المجالات. وأنا كمان بقول الكوتا التي تحسب لهم 5% غير كافية، يجب أن تكون أكثر بكثير من هذا، لأنه فعلا أعدادهم هائلة جدا، يوميا تزداد، والسبب هو الاحتلال والإصابات وكل هذا، فلذا يجب أن يأخذوا دورهم.